اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومتواصلين معاكم من اسواق المباركيه بعد ما انتقلنا الى فرقه السيوف. ان شاء الله زميلنا ايضا نجيب القحطاني بعد شوي راح نرجع له. اللي وده يعرف عن الحجامه الاعمار اللي تصلح لها الحجامه، الاوقات المفضله لعمل الحجامه، الامراض اللي تعالجها الحجامه، ندعوه الى متابعه هذا اللقاء مع الممارس في الطب الشعبي اخونا احمد الخباز اللي موجود معنا في اسواق المباركيه. اخوي احمد اهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. حياك الله، الله يسلمك ويخليك. اول شيء مشكورين على الاستضافه وجزاكم الله خير، ان شاء الله نقوم قد هالمسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله اهلا وسهلا فيك. احنا يعني دائما نعطي الثقه حق الشباب الكويتي، وانت متخصص في هذا المجال، وودنا يعني دائما اهل الكويت عندما يشوفون شخص عبر الفضائيه الكويتيه منهم وفيهم يثقون فيه اكثر. فاحنا يعني في الاونه الاخيره كثر الحديث عن الحجامه، وفي ناس وايد يعني يمكن من غير المتخصصين اصبحوا يمارسون الحجامه، لدرجه ان بدينا نشوف اعلانات حتى بالشوارع. فمنو الشخص المؤهل بدايه اخوي احمد اللي اروح له انا اسوي الحجامه عنده وانا مطمن يعني؟ صح، طبعا هذا الموضوع وايد انتشر عندنا، نفس ما قلت قمنا نشوف حتى على الاشارات الحجام الفلاني وتحت الرقم، هذا شيء دارج وايد عندنا. انا ما راح اقول لك الحجام الفلاني هو زين او الحجام الفلاني هو زين، انا راح اعطيك ضوابط عامه لازم تتاكد منها قبل لا تسوي الحجامه. عندك اول شغله موضوع النظافه. لازم تتاكد موضوع النظافه. شلون انا اتاكد موضوع النظافه؟ انا انسان بسيط ما اعرف شيء، شلون انا اتاكد من هالموضوع؟ هي خمس شغلات. اول شغله تتاكد منها ان الحجام لازم يلبس جلوفز، القفاز اللي هو الدس الطبي، هذا القفاز لازم يلبسه لانه يمكن الحجام يكون مريض، فلازم تدير بالك بهالموضوع. الشغله الثانيه مثلا المعقمات، لازم الحجام يعقم، يعني انا يمكن اكون ظهري في جراثيم انا ما ادري عنها، فلازم التعقيم يكون قبل وبعد الحجامه. الشغله الثالثه الموس، لازم الموس يكون جديد، ما يصير مثلا مسوي لي حجامه بنفس الموس انا وغيري. صح، هذه المواضيع لازم تركز عليها. الشغله الرابعه، لا تخلي اي حجام يحجمك انت واللي معاك بنفس الوقت. انا حجمك انت واللي بعدك، اخلص منك بعدين ابلش باللي بعدك. مو مثلا على قولتهم واحد حاط 10 وماشي عليهم بالترتيب. تقريبا هذه الشغلات الاساسيه. هذه الاساسيات، نعم. لكن انا ابي الممارس نفسه، يعني نفسه شنو مؤهلاته يعني هذا؟ مؤهلاته للاسف احنا الحجامه ما عندنا جامعات تدرس الحجامه. فصار الحجام وهو يجتهد كثر ما يقدر. انا ما راح اخليها فلان وفلان. انت تقدر تقيم الشخص بس لا تسرع، مثل احنا قاعد نواجه الحين يسوي حجامه بحلاق. حلاق مكان وسخ، مكان فيه يعني على قولتهم جراثيم، في شغلات يعني لازم واحد يدير باله بهالمناطق. انت احمد يعني احنا سبب لقائنا معاك يعني سمعنا ان وايد اهل الكويت يثقون فيك، وانت شاب كويتي ومنهم من فيهم، فناس يثقون فيك يبناك هني. انت مؤهلاتك شنو اللي خلاك مثلا الناس تثق فيك وتجي عندك او تروح عندهم يعني؟ والله اول شيء ثقه، ان شاء الله عسى ربي يقدرنا ونكون قدها. نعم. انا اخذت دورات بالكويت، اكثر من دوره بالكويت، واخذت دورات بالاردن. طبعا اغلب الدورات بشنو يعني؟ دورات بالحجامه يعني كان اجتهاد شخصي، كنت اروح حق الحجام. نفرض حجام مشهور مثلا بالاردن، اروح اقعد عنده ثلاث اربع ايام احاول اساله احجم قدامه، فلين على قولتهم اخذ خبرته. وكنت يعني اتنقل يعني انا اقصد مثلا هل في تشريح حق الجسم؟ والله يعني حجامه الراس غير، الكتف غير. طبعا 100% يعني مثال بسيط، نفرض حجامه الظهر، او خلينا نبلش بالراس. حجامه الراس مثلا مفيده حق مشاكل العين، حق مشاكل الاذن الوسطى، حق مشاكل الصداع، حق مثلا مشاكل النوم، ثقل الراس، امور كثيره. مثلا الظهر خاص مثلا موضوع اللي عندهم مثلا التهابات، عندهم مشاكل مثلا الديسك، يعني امور كثيره. تفصيل عاده يعني. احمد يعني هل انا مثلا بالسنه مره اسوي حجامه كفايه علي، ولا يعني بكل خمس سنوات، او لها يعني معيار معين؟ هو عمر الدم 4 اشهر، 120 يوم هذا عمر الدم. عقب هال 120 يوم الدم يهرم. لما يهرم الدم تقل قدرته على انه يقوم بوظائفه، فالجسم يتخلص منه. فانت تقريبا تحتاج الحجامه كل 4 اشهر 5 اشهر هالمحل. هذا اذا ما كنت تعاني من شيء. اذا كنت عاني لا حزتها. تساله يعني مثلا اللي كان والله هي كانت تساله فيك امراض معينه في يعني؟ طبعا. لازم تاخذ بالك من الشغله هذه. اي طبعا، في شغلات لازم اتجنبها، مثلا واحد عنده هبوط بالسكر. انا ما اقدر اسوي له حجامه.
صح. يمكن يزيد الهبوط ويدش بغيبوبه. مثلا واحد في سخونه اساسا هو تعبان مو قادر على قولتهم يتحرك يسوي شيء، فاسوي له حجامه انا انزل طيحه زياده على قولتهم. ففي شغلات لازم تتاكد منها طبعا. في يعني دائما يعني يرهنون الموضوع بالشهر العربي اخوي احمد، واذا نتكلم عن الموضوع هذا وتواريخ معينه. صح، في حديث وارد يقول الشفاء عفوا تحرر الحجامه 17 و19 و21 فطبعا هجري. فيقولون العلماء ان الحجامه تسوى باي وقت، لكن هذه الاوقات افضل من غيرها، هذه الاوقات افضل من غيرها اللي 17 19 و21 هجري من الشهر طبعا القمري على قولتهم. نعم. تختلف عن الايام البيض، في ناس يعني تختلف عليهم. صح، هذه من المفاهيم اللي دارجه دائما اسمعها، ابي اسوي الحجامه بالايام البيض. طبعا الحجامه مو بالايام البيض اللي هو هذا موقعك واحنا قاعد نسولف يعني موجود على الهواء اخوي احمد. اي اقول لك على ايام البيض اللي تسوى مو الايام البيض، بعد الايام البيض اللي هو 13 14 15 هذه الايام البيض. بعدها الايام الفرديه اللي هي 17 19 و21 هجري. على فكره هل انا مثلا اللي يعالج من المرض غير اللي شخص بيتخلص من الدم؟ طبعا 100%. يعني مثال انا نفرض عندي صداع مثلا، حاشني صداع، الافضل انا اسويها باقرب وقت ممكن، هذا الافضل. زين، نفرض انا باول الشهر العربي واحد الشهر حاشني صداع، الافضل اسويها باسرع وقت، هذا الافضل عشان تروح مني المشكله اللي انا اعاني منها. انزين، واحد ما في الا العافيه يسمونها حجامة الوقاية. الحجامة تنقسم قسمين، علاج ووقاية. العلاج تسوى بأي وقت، وكثر ما عجلت بالعلاج هذا الأفضل. الموضوع الثاني اللي هو موضوع الوقاية، الوقاية تسوى الأفضل 17 19 21 هذا الأفضل. لكن واحد قال نفرض أنا بسافر وودي أسوي حجامة، ما في إلا العافية، سوها ما كل العافية. في فرق ما بين الحجامة والتبرع بالدم أخوي أحمد؟ طبعا 100%. التبرع بالدم، الدم اللي طالع هو يطلع دم الوريد. هذا الدم عبارة عن دم هرم ودم صغير بالعمر ودم طبيعي اللي هو قلنا عمر الدم من يوم ل 120 يوم. دم الحجامة عبارة عن دم هرم كبير بالعمر قاعد يعطل الدورة الدموية، قاعد يسبب مشاكل بالجسم. هذا الدم يكون على الشعيرات الدموية. أنا ما ودي أدش بفلسفة طبية، بس المهم إن هذا غير ذاك نهائي. على طاري كلمة هرم أخوي أحمد ودائما ترددها، في ناس يعني ماخذين فكرة أن الحجامة تصير حق الشياب، حق الحريم الكبار بالسن اللي يعانون من أمراض يعني عقب بعد الكبر، هل هذا المفهوم صحيح؟ شوف، الشياب صح يمكن يكونوا محتاجينها أكثر من الشباب. زين، لكن مو معناته أنه ما تسوى حق الشاب. أنا عرضتهم الحالات اللي سويت لها واحد عمره 7 سنين بس كان يعاني من شيء. الحجامة ما لها عمر معين، دام الإنسان مثل ما قلت في شغلات لازم يتجنبها مثل السخونة، الهبوط مثلا، غير كذي ما في أي مشكلة. أي مشكلة، ضعيف، متين، رياضي، صغير، كبير، ما يضر. أنت يعني أنت قلت قبل يعني الحين 7 سنوات مسوي له، هل في عمر معين والله من بعد هالعمر هذا أقدر مثلا والله أنا أحمد كحجام أنادي أقول لي يبوا ولدكم يعني؟ وهو يبدا الانسان يحتاجها، الانسان اللي ما في شيء ما يعاني من شيء يبدا يحتاجها بعد ال 18. يعني محالي 18، طبعا الموضوع مو دقيق، لكن محالي 18 يبدا الانسان يحتاجها. لعمر حتى 96 سنه ما شاء الله عسى ربي يطول بعمره سويت حجامه حق واحد بهالعمر. شنو اغلب الامراض الناس يقولوا لك والله احنا نعاني من شغله يعني الحجامه يعني قضت عليها بعد مده يقولك يعني؟ من الشغلات اللي الحجامه على قولتهم سحر فيها اللي هي موضوع الصداع، الكسل، الخمول، مشاكل النوم. مشاكل النوم يعني ما اذكر مره واحد سوى حجامه الا واستفاد موضوع النوم. طبعا نسبه الفائده تختلف. من الشغلات اللي جدا مفيده لها الحجامه الالتهابات. انا اساسا سبب تعلمي الحجامه حق هالموضوع اللي موضوع الالتهابات. شلون يعني الالتهابات معينه مثلا تروح لاكثر من مره؟ لا، انا مثال اقول لك السبب اللي خلاني اتعلم هالشيء. انا يوم من الايام كان عندي تمزق بريلي. التمزق صاحب العضله، التهاب بالعضله نفسها. فتميت سنتين اعاني من هالشيء، فيوم سويت الحجامه طبعا سويتها انا كذي دراسه بسيطه وعلى قولتهم الفت بنفسي، استفدت فائده كبيره، انصدمت من الفائده. يعني بنفس الوقت راح الالم.
طيب. انا ما اكلمك حاله ولا حالتين، حالات كثيره اللي مرت من التجربه. دائما الحجامه مرتبطه بالريايل اخوي احمد، يعني هل الحريم يعني بامكانهم يسوون من خلال خبرتك في ايضا النساء عندهم خبره في هذا المجال بامكانهم يسوون حجامه حق؟ طبعا النساء وايد دارج عندنا، ان النساء معلش على قولتهم هذا علم، مثلا يقولون ان المراه تنزل مثلا دم الدوره، هذا دم غير دم الحجامه، هذا نهائيا ما له شغل بذاك. الحريم محتاجين الحجامه حالهم حال الرجال، ما في اي فرق. للاسف عندنا بالكويت عقوتهم مشكله ثقافه مجتمعنا ان المراه صعب تتعلم الحجامه. ليش؟ نفرض انا احمد، انا ما عندي مشكله الحين اعطيك تذكرتي اروح الاردن او اروح تركيا اروح الامارات اتعلم حجامه ما عندي مشكله، لكن مساكين الحريم شوي محدودين بسالفه التعليم، عرفت؟ هذه المساكين قاعد يواجهون هالشيء. نعم. شوي احنا يعني ذكرنا الموضوع يعني على السريع اخوي احمد، هي سالفه ان الحلاقين يعني بالكويت اغلبهم يعني قاعد يستخدمون الحجامه، واغلب الناس خاصي والله الحلاق الموجود بالفريج عارفينه، والله هذا من عمر يعني احنا نروح له، فاروح عند فلانه يعني، فشوف الناس يعني حتى بعد صلاه الفجر يعني موجودين بالدور عنده. فهذا الامر يعني هل هي عمليه ممارسه او خبره؟ والله انا على قولتي ما ودي اذم شخص بعينه، لكن الحلاقين انا اقول لكم، انا قلت لكم الشغلات اللي لازم تتاكدون منها بالنظافه. أي. اذا شفتوا هذا الحجام مؤهل انه يسوي الحجامه، الحلاق طبعا مكانه غلط، مكانه يمكن فيه جراثيم فيه بكتيريا ما ادري، لكن لازم تتحرون المكان النظيف والعده اللي قلت لكم عنها اللي هي المعقمات، ما يستخدم في بعضهم يستخدمون معقمات بسيطه، يحط لك ماي ومشيك بكلينكس. لازم ياخذ معقمات صحيحه، مثلا قلت لكم معلش هذه من الشغلات اللي نسيتها، موضوع الكاسات. اي هذا الكاسات، موضوع الكاسات. في من الحجامين انا خلص منك سويت لك حجامه، شلت الجلاس نظفته وحطيته باليمك على طول بنفس الوقت، او يغسله بماي وبلش باللي بعدك. مصيبه هذه، مصيبه قاعد تواجهنا بهالموضوع. يعني انت ضد ان الواحد لازم خلاص يعني قدامه حاله يخلصها ويروح حق واحد ثاني، يعني ما يخلي العمليه يعني جماعيه. طبعا من اغلب المصائب اللي قاعد تصير بالحجامه قاعد تكون من هالسالفه. أيه. الحجام يكون ما له خلق. انا عندي بدال واحد مثلا 20 واحد باليوم، ماخذ تجاره يعني، مو ماخذ تجاره، ايش اسوي؟ هذا واحد يسولف لي يقول لي انا حجام خلانا 10 اثنين بموس واحد مشى علينا على قولتهم تك تك تك، مشى خلصنا كلنا ثلث 25 دقيقه. ليش؟ ريال مشغول عنده سوالف وايد، غير لما انا اسوي حق واحد اخذ وياه ثلث ساعه بعدين ابلش باللي بعده واخذ معه ثلث ساعه. لكن الشغل يكون نظيف، الجلافز يتبدل، الموس يتغير، الكاسات تتبدل، طبعا الكاسات هذه جديده مشيسه ذاهبه، يختلف تماما. صح. غير كذي معلش اللي هو موضوع نفسيه اللي قاعد يحجم. انا واحد جايني اول مره يسوي حجام رايح مسطر 10 واحد منهم داخل. صح. يمكن كلهم يدخون نفسيا. صح، نفس اللي يقرون عليهم بعض المرات. أيوة. بعضهم يسوي كذي ماخذ الموضوع عمليه تجاريه. على طاري الموس يعني في بعضهم يعني هل يعني له مسكه معينه؟ في بعضهم عمليه الطق هذه اللي ورا بعض اخوي احمد ودنا نشوف موضوع التشريط. طبعا التشريط مدارس. أي. زين، وعلى قولتهم كل حجام له مدرسته الخاصه. أي. بالتشريط. التشريط له مبحثين، المبحث الاول اللي هو موضوع طول التشريط نفسه، الموضوع الثاني المبحث الثاني اللي هو عمق التشريط. العمق ما لازم طبعا يكون عميق، كل ما كثر العمق صار الجرح عادي. يعني عفوا صار التشريط حال اي جرح ثاني، انا دعمت الباب، حاشني قلم، حاشتني سكينه، حال اي جرح ثاني. صح. لازم يكون تشريط دقيق جدا. باختصار مثلها على قولتهم فكره التشريط هي طقات بسيطه يدوب تفتح مسامات اليلد. موضوع التشريط وهو طقات بسيطة. ايه. يدوب تفتح مسامات اليلد، ما تترك أثر، ما فيها ألم، وبسرعة يلتئم الجرح. طقات بسيطة يدوب تفتح مسامات اليلد. ايه. اللي طلع الدم الشفط مو التشريط. التشريط قلنا هي طقات بسيطة خفيفة ما تترك أثر. بالغالب حتى اللي يسوي حجامة على قولتهم يقول كلش ما قاعد أحس بتشريط نهائيا. طقات بسيطة. فإيه طقات اللي طلع الدم الشفط نفسه. انا لما يجيب الجلاس نفرض انا الحين شردت. ايه. الحاله.
شردت الحاله وخليتها راح يوقف الدم. اللي طلع دم الحزامه شنو؟ اللي هو الشفط. الشفط هو اللي طلع الدم. متى يتم الشفط يعني يا اخوي احمد؟ على حسب الحاله. على حسب الحاله، في ناس مثلا ياخذون نفرض بربع ساعه. في ناس لا والله ما شاء الله 7 دقائق خلص الدم اللي نبي نطلعه. فتختلف بين شخص وشخص. في ناس ملتزمين معاك يعني تحس انه يعني بعد 3-4 اشهر يعني بالسنه مره مرتين يمر عليك يعني كذي يونس؟ اي الحمد لله وايد، مو واحد ولا اثنين. مستمرين ما شاء الله، يعني صراحه شيء يونس انه ما شاء الله في ناس شباب كويتيين صغار بالعمر ومحافظين عليها بالتايم على قولتهم، مو مطوفين. يجونكم ناس من برا الكويت سامعين والله في احد جامعين هنا كويتيين مصدر ثقه سمعتهم واصله برا الكويت؟ والله الحمد لله يجونا ناس على قولتهم الامارات ويجونا ناس يعني على قولتهم اكثر من الحالات. واحد قال لي يبا تعال يبا محمول مكفول بس تعال حجمنا على قولتهم ورد. ليش؟ في بعض الدول العربيه للاسف ما عندهم حجامين مؤهلين يسوون حجامه. يعني من القصص اللي جاتني يقول لي الحجام الموجود الوحيد حجام يسوي، وهو اساسا يبيع فحم ويسوي حجامه. ويسوي الحجامه بالمحل ماله. يعني فحم هني وسواد وعلى قولتهم كربون. والحبيب قاعد يسوي حجامه. ففي مشاكل على قولتهم. عموما احمد الله يعطيك الصحه والعافيه. شاكر لك جدا والله يعني جزاك الله خير يعني انك قاعد يعني تسوي هالشغله خدمه للناس ودائما الناس يعني يبحثون عن يعني الشخص الثقه في هذا المجال وانتم يعني اهل ثقه ان شاء الله. شكرا جزيلا والله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك ما قصرت. شكرا جزيلا. الله يسلمك. متواصلين معكم اعزائي المشاهدين في اسواق المباركيه فرقه السيوف اللي موجوده معنا في اسواق المباركيه. جاهزين مخرجنا على الجمعه نروح لهم.